بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد، بدأنا بحمد الله تعالى الدرس السابق في كتاب الجمعة، ونحن مع الباب الثاني من هذا الكتاب. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة؟ طبعا كلمة باب فضل الغسل يوم الجمعة أعم من أن يكون هذا الفضل يعني الوجوب، يعني أن الغسل واجب أو نافلة، فكلمة فضل يعم الأمرين لاختلاف العلماء في ذلك. وقوله هل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء، طبعا أورده مورد الاستفهام أيضا إشارة إلى الخلاف يعني في ذلك. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ طبعا وشنه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وإن عمر نداه وهو على المنبر لما أداخل، فبيقول له: أية ساعة هذه؟ كأنه ينكر عليه ما جاء يعني متأخرا. فقال فنادى عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ فأنكر عليه التأخير وأنكر عليه أنه لم يغتسل. قال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وطبعا هذا مشهد من الصحابة، من جمهور الصحابة في المسجد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. طبعا معقود هذا الحديث في التصريح بالوجوب، ولكن لم يقل الإمام البخاري باب يعني وجوب يعني الغسل يوم الجمعة، لأن طبعا لا تحاكم يعني الكلمات النبوية إلى الألفاظ الحديثة، أن الواجب والمستحب والمكروه والمباح هذه يعني مصطلحات في أصول فقه حديثة، يعني لا تحاكم بها الألفاظ النبوية. قول باب فضل الغسل يوم الجمعة: قال الزين بن نير: لم يذكر الحكم لما وقع فيه من الخلاف، واقتصر على الفضل لأن معناه الترغيب فيه، وهو القدر الذي تتفق الأدلة على ثبوته. في شك في فضل الغسل يوم الجمعة، ولكن الخلاف هل هو واجب أو مستحب. قوله هل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ اعترض أبو عبد الملك فيما حكى ابن التين على هذا الشق الثاني من الترجمة، فقال: ترجم هل على الصبي أو نساء جمعة، وأورد: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وليس فيه ذكر وجوب شهود ولا غيره. وأجاب ابن التين بأنه أراد سقوط الوجوب عنهم. أما الصبيان فبالحديث الثالث، قال: غسل الجمعة واجب على كل محترم، فيدل على أن غير المحترم أو الصبي ليس عليه، لا يجب عليه الغسل. فالحديث الثالث في الحديث في الباب حيث قال على كل محترم، فدل على أنها غير واجبة على الصبيان. قال: وقال الداودي: فيه دليل على سقوطه على النساء، لأن الفروض تجب عليهن في الأكثر بالحيض لا بالاحتلام. وكلاهما يعني علامة على البلوغ، يعني الاحتلام أو الحيض أو الإنبات، يعني خروج الشعر الخشن يعني حول القبل، أيضا علامة على الإنبات يعني على البلوغ، يعني سواء كان في قصة بني قريظة، يعني كانوا ينظرون يعني إلى الصبيان من أنبت يعني شعر العانة فيجعلوه مع الرجال، ومن لم ينبت يجعلوه مع الصبيان، وتعقب بأن الحيض في حقهن علامة للبلوغ كالاحتلام. بالنسبة للنساء يعني ثلاث علامات: إما الإنبات، إنبات الشعر الخشن، أو الحيض أو الاحتلام.
والصبيان طبعا بشر الشعر الخشن أو الاحتلام. وليس الاحتلام مختصا بالرجال، وإنما ذكر في الخبر لكونه الغالب، وإلا فقد لا يحتلم الإنسان أصلا ويبلغ بالإنزال أو السن، نبلغ سن البلوغ اللي هو مثلا 15 سنة أقصى سن، وحكمه حكم المحتلم. وقال زيد بن منير إنما أشار إلى أن غسل الجمعة شرع للرواح إليها كما دلت عليه الأخبار، فيحتاج إلى معرفة من يطلب رواحه فيطلب غسله. واستعمل الاستفهام في الترجمة الإشارة إلى وقوع الاحتمال في حق الصبي في عموم قوله أحدكم، لكن تقييده بالمحتلم في الحديث الآخر يخرجه. أما النساء فيقع فيهن الاحتمال بأن يدخل فيه أحدكم بطريق التبع. وطبعا يعني لو قلنا واجب يبقى واجب على من تجب عليه الجمعة، يعني فالمرأة لا يجب عليها الجمعة، كما أن الصبي كذلك والمسافر يعني كذلك. وكذا احتمال عموم النهي في منهن المساجد، لكن تقيده بالليل يخرج الجمعة. انتهى. ولعل البخاري أشار بذكر النساء إلى ما سيأتي قريبا في بعض طرق حديث نافع، والحديث المصرح بأن لا جمعة على امرأة ولا صبي لكونه ليس على شرطه، وطريقة البخاري يعني قد يترجم بترجمة ويرد أحاديث ليس فيها صريح الترجمة، ولكن يعني بعض هذه الأحاديث يكون في بعض طرقها صريح الترجمة، فهو يشحذ همم طلاب العلم للبحث في طرق الأحاديث من أجل أن يصلوا إلى صريح الترجمة. فيقول ولعل البخاري أشار بذكر النساء إلى ما سيأتي قريبا في بعض طرق حديث نافع، وإلى الحديث المصرح بأن لا جمعة على امرأة ولا صبي لكونه ليس على شرطه، وإن كان الإسناد صحيحا وهو عند أبي داود من طريق طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات، لكن قال أبو داود لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه رأى. فطبعا لو كان رأى وهو يعني مؤمن هيكون إيه، هيبقى صحابي، يبقى ما يضرش أنه هو إيه لم يسمعه منه، ولكنه رأى يعني قل له رؤية يعني رأى، ولكنه أسلم يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون يعني تابعي مخضرم يعني، ولكن يملوش حكم الإيه الصحابي يعني. فمرسل الصحابي يعني صحيح يعني، أكثر الأحاديث التي يرويها ابن عباس وأنس بن مالك وصغار الصحابة سمعوه من كبار الصحابة، لأنهم لم يشهدوا يعني معظم هذه المشاهد، ولكن يعني مرسل الصحابي يعني صحيح، لأن صغار الصحابة يروون عن كبار الصحابة، وإذا رووا عن التابعين بيّنوا. يقول وقد أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق طارق عن أبي موسى الأشعري، أنه سمعه من أبي موسى الأشعري وليس مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن منير ونقل عن مالك أن من يحضر الجمعة من غير رجال أو حضرها لابتغاء الفضل شرع له الغسل وسائر أداب الجمعة، يعني من التبكير ومن التطيب وغير ذلك، وإذا حضرها لأمر اتفاقي فلا. ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث، أحدها حديث نافع عن ابن عمر أخرجه من حديث مالك عنه بلفظ إذا جاء أحدكم جمعة فليغتسل، وقد رواه ابن وهب عن مالك أن نافعا حدثهم فذكره، أخرجه البياقي والفاء للتعقيب فليغتسل، وظاهره أن الغسل يعقب المجيء. وطبعا مش هيروح يغتسل في المسجد يعني، ولكن النص بيفهم على ضوء النصوص الأخرى، وهو شبيه بقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. يقول وليس ذلك المراد، وإنما التقدير إذا أراد أحدكم، وقد جاء مصرحا به في رواية الليث عن نافع عند مسلم ولفظه إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، ونظير ذلك قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني إذا أردتم المناجاة وليس إذا بدأ المناجاة يتصدق، فيتصدق صدقة ثم يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن المعنى إذا أردت المناجاة بلا خلاف، ويقوي رواية الليث حديث أبي هريرة الآتي قريبا بلفظ من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، فهو صريح في تأخير الرواح عن الغسل، وعرف بهذا فساد قول من حمله على ظاهره، واحتج به على أن الغسل لليوم لا للصلاة، أنه لو اغتسل مثلا بعد الفجر أن اليوم بيبدأ بالفجر ثم أحدث يعني ليس عليه غسل آخر ويتوضأ إلى المسجد، وخاصة لو عرفنا أن الحكم يعني أن علة الحكم أن الصحابة كانوا فقراء وليس لهم يعني من يعمل لهم، فكان بعضهم يذهب إلى يعني الأرض ويعمل ثم يذهب يعني إلى المسجد، فعليه من العرق كانوا يلبسون يعني الملابس اللي علت تساعد على العرق،
أمروا بالاغتسال من أجل الإيه هذه الرائحة حتى لا يؤذي الملائكة ويؤذي المؤمنين. فإذا اغتسل بعد الفجر وتوضأ بعد ذلك فما فيش يعني حرج، لأن الحديث واحد ومخرجه واحد، وقد بين الليث في روايته المراد وقواه حديث أبي هريرة ورواية نافع عن ابن عمر، لهذا الحديث مشهورة جدا، فقد اعتنى بتخريج طرقه أبو عوانة في صحيحه فساقه من طريق 70 نفسا رووه عن نافع، وقد تتبعت ما فاته وجمعت ما وقع لي في طرقه في جزء مفرد لغرض اقتضى ذلك، فبلغت أسماء من رواه عن نافع 120 نفسا. فما يستفاد منه هنا ذكر سبب الحديث، فقد رواه إسماعيل بن أمية عن نافع عند أبي عوانة وقاسم بن أصبغ قال كان الناس يغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة جاءوا عليهم ثياب متغيرة فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فمعرفة يعني سبب الحديث يعني زي معرفة سبب النزول، يعني بيعين على فهم الحديث وبيان علته. ومنها ذكر محل القول، ففي رواية الحكم بن عتيبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد هذا المنبر بالمدينة يقول، ذكر الحديث أخرجه يعقوب الجصاص في فوائده من رواية اليسع بن قيس عن الحكم، طريق الحكم عند النسائي وغيره من رواية شعبة عنه بدون هذا السياق بلفظ حديث الباب إلا قوله جاء فعنده راحة، وكذا رواه النسائي من رواية إبراهيم الطهمان عن أيوب ومنصور وملك ثلاثته عن نافع. ومنها ما يدل على تكرار يعني ذلك في رواية صخر بن جويرية عن نافع عند أبي مسلم الكجي بلفظ كان إذا خطب يوم الجمعة قال الحديث. ومنها زيادة في المتن في رواية عثمان بن واقد عن نافع عند أبي عوانة وأبي خزيمة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهم بلفظ من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل ورجاله ثقات، لكن قال البزار أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه. ومنها زيادة في المتن والإسناد أيضا أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من طرق عن مفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن بكير ابن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة على كل محتلم وعلى من راح إلى الجمعة الغسل. فكأن يعني المرأة لو ذهبت الجمعة فأيضا عليه الغسل وأيضا الصبي. قال الطبراني في الأوسط لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بكير ولا عنه إلا عياش تفرد به مفضل، قلت رواته ثقات، فإن كان محفوظا فهو حديث آخر ولا منع أن يسمعه ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الصحابة. فسيأتي في ثاني حديث الباب رواية ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما مع اختلاف المتون. قال ابن خيخ العيد في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة، واستدل به لمالك على أنه لا يعتبر على أنه يعتبر أن يكون الغسل متصلا بالذهاب، وفق الأوزعي والليث والجمهور قال ويجيء من بعد الفجر. يعني طبعا الواحد اغتسل بعد يعني بعد صلاة الجمعة بعد العصر مثلا لا يكون يعني مجزئا أو يعني هم قبل المغرب، لأن اليوم بيبدأ بين الفجر إلى المغرب، فهو المراد أن يكون قبل الجمعة يعني. ولو اغتسل من الليل يعني قبل الفجر أيضا لا يجزئ عن غسل الجمعة، لابد أن يكون يعني بعد الفجر حتى لو قبل صلاة الفجر. يقول ويشهد لهم حديث ابن عباس لآتي قريبا قال الأثرم سمعت أحمد سئل عمن اغتسل ثم أحدث هل يكفيه الوضوء، فقال نعم، ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزة، يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه وله صحبة أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل. ومقتضى النظر أن يقال إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة التنظيف رعاية الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة، فمن خشي أن يصيبه في أثناء النهار ما يزيل تنظيفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه. نفرض أنه اغتسل بعد الفجر ولكن هو بيذهب يعني إلى بستانه قبل أن يذهب إلى الجمعة. طبعا مثل هذا يعني ليفهم الحديث يقول لابد أن يغتسل مرة ثانية أو أنه يؤخر الغسل يعني قبل الذهاب إلى الجمعة، لأن هذا أيضا يذهب ورائحته متغيرة فلا يجزئه يعني أنه اغتسل يعني بعد الفجر. ولعل هذا هو الذي لاحظه مالك فشرط اتصال الذهاب بالغسل يحصل الأمن مما يغير التنظيف، والله أعلم.
قال ابن دقيق العيد: ولقد أبعد الظهري إبعادا يكاد أن يكون مجزوم ببطلانه، حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة، حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده تعلقا بإضافة الغسل إلى اليوم. وده طبعا من الجمود الظاهري، يعني كما أتى إلى حديث يعني لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، يعني قال لو بال في إناء وصب البول في الماء الراكد فما فيش عليه شيء، ما يبولش مباشرة في الماء الراكد. فدي من الجمود والظاهرية. فيقول أيضا لو اغتسل قبل المغرب فيكون قد أجزأ. يقول: لقد أبعد الظهري إبعادا يكاد أن يكون مجزوما ببطلانه، حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة، حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده تعلقا بإضافة الغسل إلى اليوم، يعني كما سيأتي في حديث الباب الثالث. وقد تبين من بعض الروايات أن الغسل إزالة الروائح الكريهة، يعني كما سيأتي من حديث عائشة بعد أبواب. قال: وفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين، وفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين، وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة. وكذلك أقول: لو قدمه بحيث لا يتحصل هذا المقصود لم يعتد به، والمعنى إذا كان معلوما كالنص قطعا أو ظنا مقارنا للقطع، فاتباع وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ. قلت: وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة ولا فعل ما أمر به. وادعى ابن حزم أن قول جماعة من الصحابة والتابعين وأطال في تقرير ذلك بما هو بصدد المنع والرد، يفضي إلى التطويل بما لا طائل تحته. ولم يرد عن أحد ممن ذكر التصريح بإجزاء الاغتسال بعد صلاة الجمعة، وإنما أورد عنه ما يدل على أنه لا يشترط اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة، فأخذ هو منه أنه لا فرق بينما قبل الزوال لوقت الجمعة يعني أو بعده، والفرق بينهما ظاهر كالشمس، والله أعلم. واستدل من مفهوم الحديث على أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة، وقد تقدم التصريح بمقتضاه في آخر رواية عثمان بن واقد عن نافع، وهذا هو الأصح عند الشافعية، وبه قال الجمهور. فيقول استدل من مفهوم الحديث: كل غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يبقى ليس واجب على غير المحتلم. واستدل من مفهوم الحديث يعني بالعكس على أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة، وأيضا حتى لو واحد مسافر مش واجب عليه الجمعة، فأيضا لا يجب عليه الغسل. وقد تقدم التصريح بمقتضاه في آخر رواية عثمان بن واقد عن نافع، وهذا هو الأصح عند الشافعية، وبه قال الجمهور خلافا أكثر الحنفية. وقوله في الجمعة المراد يعني به الصلاة، يعني صلاة الجمعة أو المكان الذي تقام فيه، وذكر المجيء لكونه الغالب، وإلا فالحكم شامل لمن كان مجاورا للجامع أو مقيما به. واستدل به على أن الأمر لا يحمل على الوجوب إلا بقرينة لقوله كان يأمرنا، مع أن الجمهور حملوه على الندب كما سيأتي في الكلام على الحديث الثالث، وهذا بخلاف صيغة أفعل فإنها على الوجوب حتى تظهر قرينة على الندب. الحديث الثاني يقول: حديث مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما قائم في الخطبة يوم الجمعة، يقول الحديث أورده من رواية جويرية بن أسماء عن مالك، وعند رواية الموطأ عن مالك ليس فيه ذكر ابن عمر. فحكى الإسماعيلي عن البغوي بعد أن أخرجه من طريق روح بن عبادة عن مالك أنه لم يذكر في هذا الحديث أحد، لم يذكر في هذا الحديث أحد عن مالك عن عبد الله بن عمر غير روح بن عبادة وجويرية، انتهى. وقد تابعهما أيضا عبد الرحمن بن مهدي، أخرجه أحمد بن حنبل عنه بذكر ابن عمر. وقال الدارقطني في الموطأ: رواه جماعة من أصحاب مالك الثقات عنه خارج الموطأ موصولا عنهم، فذكر هؤلاء الثلاثة ثم قالوا: أبو عاصم النبيل وإبراهيم الطهمان وليد بن مسلم وعبد الوهاب بن عطاء. وذكر جماعة غيرهم في بعضهم مقال، ثم ساق على سنيدهم إليهم بذلك. زاد ابن عبد البر في من وصله عن مالك القعنبي عن مالك في رواية إسماعيل بن إسحاق القاضي عنه، ورواه عن الزهري موصولا يونس ابن يزيد عند مسلم ومعمر عند أحمد وأبو ويس عند قاسم بن أصبغ
ولجويرية بن أسماء، يعني فيه إسناد آخر أعلى من روايته عن مالك، أخرجه الطحاوي وغيره من رواية أبي غسان عنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.